أنا اليوم بدي أرد على الهجمة الإسرائيلية اليهودية الضخمة اللي بتعرض لها ويتعرض لها أيضا آخرون من اللي يعني واجهوا هذه الغطرسة الإسرائيلية. يعني بتطلع صحيفة الجويش كرونيكل وهي من أكثر الصحف اليهودية قربا من إسرائيل ونفوذا أيضا، بتقول إنه اليوتيوب جاب عبد الباري عطوان هذا اللي بيأيد الإرهاب، وقالوا إنه هذا بمجد اللي هي نفذوا العمليات الهجومية الأخيرة في أكثر من مكان، في تل أبيب، في الخضيرة، في السبع، في براك، بني براك، إنه بمجدهم. كيف اليوتيوب بحطوا هذا الشريط وكيف بيسمحوا له يطلع عبد الباري عطوان؟ هذه ويعني حملة تحريض، بدهم جابوا خبراء قانون انه هذا انتهاك لقانون الارهاب في بريطانيا، وانه هذا ممكن عطوان ينسجن لاكثر او لما يقرب 15 سنة سجنا في حالة طبعا ادانتي، وطالبوا البوليس بالتحقيق. يعني شيء حملة غير عادية. طب إيش الجريمة اللي أنا اقترفتها؟ قبل ما أقول هاي الجريمة، طيب اليوتيوب هم اعترفوا في هاي التقرير اللي حطوه بأنه اليوتيوب تجاوب فورا مع طلباتهم وحذفوا اللي هو الشريط عن القناة. هذا المأساة، يعني تجاوبوا فورا، يعني تجاوبوا مع الخصوم، ما سألونا حتى رأينا. وبعدين لأول مرة، أنا صار لي 5 سنوات بعمل فيديوهات، يعني لم يحذف أي فيديو وبحكي نفس الكلام، لكن لما تدخلوا هم بعرفش إيش تدخلوا، بعرفش إيش السحر عندهم، بعرفش إيش كلمة السر، تدخلوا لأنهم طبعا جريدة يهودية بين قوسين، طبعا تجاوبوا معاهم كليا، وأنا الطرف الضحية، أنا الضحية، يعني لم يتعاطفوا معي على الإطلاق ولم يسمعوا وجهة نظري إطلاقا. يعني تخيلوا، طيب ايش الجريمة اللي ارتكبها عبد الباري عطوان في نظر الجويش كرونيكل وفي نظر الاسرائيليين وفي نظر الغرب ربما المؤيد لهم؟ انا باكد انه لا، في يهود شرفاء، في يهود فعلا ادانوا الاعتداءات الاسرائيلية ووصفوا اسرائيل بالعنصرية، واخيرهم يعني كنيسة في كاليفورنيا. انا يعني في ناس فعلا يعني في الصحافة حتى الاسرائيلية بينتقدوا اسرائيل وجرائمها في حق الفلسطينيين. لكن الجريمة اللي ارتكبتها أنا وعاقبني عليها اليوتيوب، إني أنا قلت إنه هذولا بمثل المقاومة، إنه هذولا الناس وصفتهم بالشهداء. يعني طب وين الجريمة في ذلك؟ وين يعني؟ طب هم شهداء، وهذا قرآننا بيقول هيك عنهم، ديننا بيقول هيك عنهم، كل الشرائع الدولية والشرائع الإلهية والشرائع الوضعية يعني تبيح المقاومة. طيب اللي هو مثلا يعني تشرشل كان إرهابي لما قاد المقاومة البريطانية ضد النازية، تشارل دي غول كان إرهابي لما قاد المقاومة الفرنسية ضد النازية، جورج واشنطن اللي هو القائد الأمريكي اللي قاد المقاومة الأمريكية ضد البريطاني الاحتلال البريطاني كان إرهابي. طيب يعني حتى يعني هل حتى غاندي كان إرهابي، والكل ونيلسون مانديلا والقائمة طويلة؟ المقاومة مش في إرهاب، وهؤلاء شهداء، وأنا بقولها كمان مرة، ويعني سأطلب نصيحة قانونية في هذا الإطار، يعني وسأذهب إلى كبار المحامين، وهناك جيش منهم مستعد للتطوع والدفاع عني. أنا لم أرتكب أي جريمة على الإطلاق، ولا شعبي ارتكب أي جريمة. هذه المقاومة حق مشروع، إحنا 74 عاما تحت المقاومة، تحت الاحتلال، الآن أصبحوا يحكموا المنطقة كلها، أصبحوا يعني أي واحد بيقول بينتقدهم سأصبح معادي للسامية. يعني أنا متهم عندهم بأني معادل السامية، طب يا أخي بيقتلوني، يا أخي بيذبحوا شعبنا، يا أخي بيفرضوا حصار على قطاع غزة، يا أخي بيجوعوا أهلنا، يا أخي في الضفة الغربية بيطلقوا النار.
مئات المليارات ببعتوها لأوكرانيا وبمجدوا المقاومة الأوكرانية اللي بتقتل مسلحين اللي بأسرى روس قتلوا أسرى روس قدام الكاميرات هذول بمجدوهم وإحنا لما نقول والله إحنا هؤلاء شهداء نستخدم كلمة شهداء ونقول عليهم والله الأبطال طبعا اللي بيقاوم الاحتلال بطل شارل ديغول بطل مانديلا بطل جورج واشنطن بطل تشرشل بطل غاندي بطل وروني مقاومة في التاريخ ما كانتش مسلحة يا أخي مش إحنا اللي ارتكبنا مجازر ضد اليهود الأوروبيين اللي ارتكبوا مجازر ضد اليهود مش إحنا اللي حرقنا اليهود في أفران الغاز الأوروبيين اللي حرقوا اليهود في أفران الغاز وإحنا اللي دفعنا ثمن ذلك والآن كلهم بتحالفوا علينا إحنا الضحايا إحنا اللي خسرنا وطننا لكن احنا حقيقة لن نستسلم على الإطلاق والله لن أركع والله لأذهب حتى نهاية الشوط لو أدى هاي إلى قتلي أو حتى سجني هاي المسجد الأقصى المسجد الأقصى اليوم بدهم يستولوا عليه بدهم يهودوه